أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، والإكثار من الصلاة في يوم الجمعة أيضا فضيلة الشيخ، صيغة الصلاة. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة هذا ورد به الحديث، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه هذا مشروع، في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولكنها تتأكد في بعض الأحوال مثل ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وصيغتها أن يقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ويكرر ذلك. نعم.